Ja. Bonjour, bonjour, bonjour. Merry Christmas. Yalla, 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 بدنا أجواء فرح. أجواء ميلادية بامتياز. ولادات جديدة. بعرف هالسنة كانت قاسية علينا كلنا. بس مستاهل إنه نحتفل بآخرها. أقله إنه بقينا على قيد الحياة. أقله إنه قاومنا كل النيجاتيفيتي اللي صارت معنا. إنه بقينا. إنه توجعنا صح بس صمدنا. بعرف هالكلمات بكون تقولوا لي بالآخر وين بيصرفون؟ بمنطق الحياة بيصرفون. يعني إذا منقارن نفسنا بشعوب تانية صار معها زيت الشي، ما بتقول مبارح كل الأخبار بعد الظهر نوتيفيكيشنز بتقلك التحكم المروري بيقلك أنه عجقة سير هائلة من أنتلياس باتجاه دبي وصولا إلى جونية، وصولا ما بعد جونية بسبب عجقة السير على المولات أبيسي المول وغيرها. رح بعض الناس يقولوا أنه إيه بس ما عم بيشتروا عم بيقصدروا. طيب فعل حياة كمان أنه عم بيقصدروا. رح ناس تقلي بلا مخ، حلا فيك تعتبر هيك، بس كمان فعل حياة. تعرفوا ليه؟ لأنه مبارح يعني أنا عندي الاثنين سايدز. يعني أول شي بنبسط بهيك أخبار لأنه ما بدي نموت يعني، وخاصة أنه مثلا بعض الناس، في رفيقة عم بيحكيني من دبي مبارح منه جاية على كريسمس لأن أهله أخدهم لعنده، بس عم بيقول لي ريما انه خبريني وهيك عن لبنان. قلت له اليوم مثلا عجقة سير كتير كبيرة. هلا ما رح اقول لك انه الناس عم بتكب مصاري كب التياب وبالشوبينج، بس انه الناس عم تظهر تشوف تبرم، يعني مع غلى البنزين مع كل الحالة الاجتماعية اللي وصلنا لها، بس انه دايما في هيدا السبيرت بلبنان اللي ما بيموت. يعني سبحان الخالق وهالشعب، طبعا مع دعم، هلا بحكيكم عن المغتربين وهي، مع وجودهم، مع عجقة السير اللي هن عاملينها من المطار على يعني صورة المطار بتجنن. بس انه اتس اوكي، مش الحال انه ما عم بنقله. يعني قال لي لانه في ناس عم بينزلوا على لبنان وبيرجعوا بيقولوا انه يي، لانه التقى بحدا كمان رفيقنا تالت قال له دخلك انت ليه هون؟ انه مش عائلتك بلبنان واليوم انه 23 22 مش لازم تكون معهم على كريسمس؟ قال له لا لا دخيلك، ايه عائلتي بلبنان مزبوط، بس انا نزلت يومين ما قدرت اعيش. وهو يعتبر مش من الناس يعني الطبقة السوبر فقيرة، يعتبر من الناس القادرة يعني، وبالتالي هو عايش بدبي وعائلته عايشة منيح وكل شيء تمام. يعني عم بيلاقوا حجة مش مزبوطة انه لا لا ما بينعاش ما بينعاش. مبلا حبيبي، خاصة انت بظروفك بينعاش. يعني كتير انقهرت انه مش مزبوط، انه مش ميتين نحن ابدا. نحن مش انه منقلق، انه مش انه اكيد في حالة اجتماعية سيئة، واكيد في مليون وفوق الخمسمية ناس ما قادرين يكملوا، واكيد موجودين، واكيد انه وعم نسمعهم كل يوم بالبرنامج وعم نجرب نساعدهم. نساعدهم بهالزمن، نساعدهم بالزمن بكرة غير، نوقف حدهم طبعا، وعم بيزيدوا كل يوم بعد يوم، وشركات عم بتسكر وما اختلفنا، بس انه في صورة شنيعة البعض عم بيرسمها مش موجودة. قال له بتجي الكهرباء غير ساعة بالنهار و هيك قصص مش مزبوطة.
انه مش اذا واحد هربان من عائلته يعني مثل واحد انه بده يخون مرته كل الوقت بضل يحط الحجة فيها وهو خوان مثلا هو عباله يخونه انه مش مزبوط. المهم كمان من الاشياء الحلوة هو اللي نحن دايما عنا ما اخذ عليه يعني انه مطار بيروت بس هلأ عم بيشهد هيك شكل من اشكال العودة للحياة. حلوين الستوريز العالم جايين وفرحتهم بتفرحك لو انت مش يعني لو انت مش مبسوط بس هيك تتفرج عليهم جايين بكل هالامل بكل هالفرح كتير حلوين. حلو بونجور 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 يا حلوين. بدي اقول انه اليوم مع لبنان اوف تومورو رح كمل البرنامج على يومين خميس وجمعة رح يكون في هدايا مقدمة من لبنان اوف تومورو رح نقدمها على شكل يعني مبالغ مالية للعائلات اللي بحاجة انها تمضي ليلة العيد تحديدا بشكل افضل. رح نقدمها خلال هاليومين. بدي اقولن thank you لطارق كرم لكل الاكيب اللي قرروا يساعدونا باخر يومين من العيد لانه طبعا هيدا الخط اللي عم بستقبل عليه الرسائل ما بقى يعني يحمل رسائل اكثر. عم بجرب جاوب على كل الناس عم جرب انه ناخذهم على الهواء بس طبعا المعاناة كتير كبيرة. وتانكيو لكل الناس اللي ساعدونا وبعدهم عم بيساعدونا كل ما يسمعوا حالي عم بيتواصلوا معا ديركت ومباشرة او عم بيقولوا لنا انه انتو شوفوا كيف يعني بدكن تساعدوا حدا او هيدي الحالة نحنا حبينا نساعدها تحديدا. عم نجرب يعني ما بقدر قول اني جاوبت على كل الناس ولا بقدر ادعي هالشي ولا بقدر اقول اني باخر هالسنة يعني لانه رح نكمل ان الله راد بين الميلاد وراس السنة نسمع اني بقدر غطيهم كلهم بس ان شاء الله يعني مثل ما دايما بقول الله يلهمنا انه نقدر نسمع الكل ونقدر نساعد الكل ونقدر نقسمهم على الكل بطريقة عادلة لأنه الوجع كبير بس بدنا نفرح وبدنا نفرح وبدنا تضلنا ضحكتنا كبيرة خاصة أنه جايين على سنة شكلها أقسى. بارح يعني بلشوا يمرقوا لنا قصص الفريش دولارز على الاتصالات وعلى كتير اشياء تانية قد تكون يعني مأساة كبيرة على اللبنانيين اللي بعضهم بيقبضوا باللبناني بعضهم بيشتغلوا بشركات لبنانية عم تقبضهم على 1005 وهيدي قمة المأساة. فخلينا نعيش هلأ هالأسبوعين بفرح أنا وأنتو وكل الناس ونعيد وبكرة أول السنة نتحاسب نتصافى مع هالسلطة المقرفة النتنة وما في شي بيبقى على حاله ما هيك؟ بحب خبركن عن شغلة خبرتني إياها بنتي مبارح بسط فيها كتير العلاقة بالمغتربين لأكيد هلأ كتار بيكونوا عم بيتسمعوا علي. نزلت بالتاكسي على يعني على مطرح قريب هوني بس رجعت مبسوطة كتير قالت لي بدي خبرك شي صار يحلف لنا التاكسي بولاده انه هاو صاروا معه. قلت لها ايه ليش بده يحلف يعني شو مش مصدقينه؟ قالت لي لا بس انه هيك اذا ما صدقني. قلت لها ايه شو صار؟ قالت لي عنده جي يعني 2 اوردرز على مطار برفيق الحريري الدولي. ف أول واحد يعني جايين من السفر بدهم يوصلوا على منطقة ما إجا قال له قدي بتريد؟
لبناني يعني مغترب، قال له قدي بتريد، كان بعده شكله مصرف قال بالمطار، لأنه جايب معه لبناني باكتات هيك مثل ما بيعطوهن ياهن. قال له قدي بتريد، قال له 300,000، قال له انه التوصيلة، قال له 300,000، قال له ايه، قال له بس انا معي شنط كتير وكان بدي يوصل بفتكر عجو ما بعرف يعني شي جونية شي مطرح ما بعرف، قال له ايه بس ما عندي وقت هلأ عدلك انه معجوق كتير تاخد هيدي الرزمة كلها. طلع شوفر التاكسي انه قال له كلها بدك انا عدن، قال له لا خدها كلها. ام لما نزل الزلمة اللبناني المغترب قال له عدن، طلعوا شي 900,000، فانه قال انبسط كتير وهيك. رجع مرة تانية نزل كمان على بيروت، في رجال ومرته جايين كمان من الاغتراب، قال له قد بتريد، قال له 120,000، قال له قد التسعيرة، قال له التسعيرة هي 120,000، ما بعرف شكله شيء كتير قريب من المطار مع انه بستغرب انه يكون في بعد 120,000، قال له 120,000. قالت له مرته لك شو 120,000، ما بيشتروا له فروج يا زلمة، ما بنزل من السيارة اذا ما بتعطي 300,000. بالاخر انه عطى 500,000 ونزل. فهيدول اللبنانية حلوين مهضومين وحلوين عن جد، ما ألزكن ما أهضمكن هيك، بحس واحد بده يبكي بده يضحك بده إنه حلوة هيدي الوقفة حد بعض. وفي هيك فيديوز مبارح كانوا واحد اسمه شربل على تويتر شفته عم بمفرجة يعني السوربريز لما اجا عمل سوربريز لجيرانه هيك، انه ما منستاهل نحنا كل هالشي حلوين. بونجوري ما تانكيو على ما بعرف اذا استلموا النداء اللي بعتيون. جورجيا صباح الخير، يسوع انت العيد. اي والله ان شاء الله بيسمع لكم جميعا وما بيترك حدا حزين ابدا. وهيك مثل ما هيدا الشوفر كان كتير كتير مبسوط وفرح له قلبه اكيد بهيدا الزمن، انه غير المتوقع انه يوصل له هالمبلغ يوصل لكل حدا منكم ومنا. وما تستحوا تطلبوا على فكرة، كتير مصرة انا بهيدا الوقت انه ما نستحي نطلب. اي نضال شو؟ بعتت لنا اوكي. وليه عم تتلقمن؟ ريسيفد ونسيت انه ريسيفد. ايه ريسيفد، يعني شو سكرتير عندك انا يعني لا اعرف انه ريسيفد. ايه ريسيفد وانا نسيت انه ريسيفد. ايه شو بعمل؟ عندي 100 حدا براسي غيرك. شو الاسم؟ بتلقمن علي وبقطشني انا وعم بحكي افكاري انه ريستيفد. اوكي ريستيفد ماشي الحال. ما قادرة خلص طلعتني من حالي. ما قادرة دافعوا عني وينكن؟ شو في؟ ليه ما حدا بيدافع عني؟ وينني إلى كل اللي بحبوني؟ طيب تعرف قدي عندي رسائل لازم أفرزها اليوم بين اليوم وبكرة؟ كتير 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 كتير. صباح الخير للكل، عم شوفكن. بونجور يا حلوين جميعا، بنموت فيكي. اوكي خلاص. بلش الجيش الالكتروني دافع عني. ثانك يو، خليكن بهمتكن، عايزتكن. انت من الجيش؟
طلبني على الموت بلبيك. طلبني على الموت بلبيك. منيحة. منيحة. شفتوا؟ أنا بيعلى الأدرينالين معي، بنبسط هيك لما أعصب. ميشيل عيد، مايكل عيد، صباح الخير. نحن معك. بيعلى الأدرينالين عندي، بيعلى الأدرينالين عندكم، ومن مشان هيك أوقات لما بيهاجموني بصيروا يقولوا لي زعلتي زعلتي بعدك بتزعلي؟ أنا تخطيت الزعل، صرت بستعمل هول الأشياء ليعلوا لي الأدرينالين. مشان هيك أصحابي بلا أسماء المشاهير كل ما حدا يهاجمهم بدقولي، فأنا بعمل الكوتش تبعهم، بصير أعلمهم كيف يستعملوا الناس السيئة، يعني اللي بتقعد تقول لهم أشياء بلا طعمة أو أشياء بتزعل وهن بيزعلوا بعضهم وهيك، ليستعملوهم لتعلية الأدرينالين. نبقى بنعمل حلقة عنا، إذا تركوا لنا حلقات إنه نطور ذاتنا فيها. صباح الخير من الجزائر، يا هلا يا هلا. وين العين يا يسوع؟ ما يعطيك العافية، مرسي. في عذاب ظلم وجوه، في أطفال مشردين، في ضعاف ومساكين. أنا مضطر أختم الفيسبوك لايف لأنه مضطر يعني بسبب ضيق الوقت وكثرة الإعلانات إني أخذ بريك هلا وشوف الرسائل اللي عندي وأفرزها بعض الشيء يعني على الأولويات قد ما بقدر، ونكون هيك عم نختم هالأسبوع قبل ليلة الميلاد مع أكتر ناس نقدم لها يعني بحب أقول مساعدات بس ما عم لاقي كلمة تانية، إنه هيك كادويات حلوة، أولاد كبار، نجرب نفرح إذا بدكم قد ما فينا بهذا الزمن لأنه بكرة ليلة العيد، وعبالنا إنه نكون بمطرح الصوت ما راح على الفاضي، ومثل العادة يعلم بشي مطرح بهيدا الزمن بالذات وبهيدا الظروف بالذات يقدر يعمل فرق مثل دايما. بتمنى للكل أعياد مجيدة، ورحوا انبسطوا، يلا شمست، جربوا قد ما فيكن، ولو بزيرو يعني مصاري وصرف، بس تقدروا تعيشوا هيدا الزمن بفرح ورجاء، وإن شاء الله الله ما بيرد طلباتكم أبدا جميعا، معنوية كانت أم مادية. بشوفكم بكرة. عم بتزيد يا يسوع، في أطفال مش كريمة.